تمام، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. دي الحلقه على ما اعتقد تمنى 19 حاجه كده من لعبه زبابي النيلو، اللعبه اللي مش عارف اخلصها في حياتي، مش عارف في ايه. فنزل تحديث، تحديث الهالوين، يعني ضاف فيها حاجات يعني ديزاين وحاجات رعب وحاجات كده يعني. طيب نكمل بقى، احنا اصلا شابترين بس تقريبا، انا اخد شابتر واحد يعني. In a secret garden away from praying eyes and a slime الحاجات دي ماشي. ده نيوت، المعمل في الحديقة السرية بعيدة عن طبعا عيون الواد ده يعني. هو حسود قوي قوي قوي. اسانسير، اوبا. طيب ما تنسوش بقى تعمل لايك سبسكرايب شير، وطبعا بتلاك. طيب على اللايك بقى والسبسكرايب، يا رب الفيديو ده يجيب دعم. الفيديو القديم بقى 9 ايام، فيا رب بقى عشان زهقت والله. ايه ده يعني؟ من اول هنشوف عينيه دي؟ الرخامه بتاعتك دي نيوت. هاي عامل ايه؟ والله وحشتني. جايلك. استنى، طيب استنى، هو ايه اللي هنا؟ طيب نستكشف نستكشف. ايه ده؟ لازم حد يفضل هنا عشان ده تفتح. دي الحديقة. طيب احنا مجمعناش الأرواح الشريرة، الأرواح كلها احنا كده، احنا مجمعين كان ناقص هنا في ده أرواح. ماشي اوكي. ايه ده؟ طب ودول لازمتهم ايه؟ طيب كده، طيب لازم نحطه. تعالى يا حبيبي. بقى فيه خفاش. هوبا، طبعا كده ليه؟ انا مودك الملاهي، انت عجيب قوي. ها انفستيجيت. طيب نشوف الاوضه. ماشي، هي دي كلها يعني، هو ده تبع تحديث الهالوين ولا ده ايه ده؟ فاكر دي نيوت؟ تعال اضرب الجزمه دي يا نيوت. ايوه انت فين يا بابا؟ هو اللي بيهتم بالزرع والجنينه، جناين. ايوه هاتها. خلاص ماشي، عشان هي بتعلق ليه؟ ده هنا ونخلط دي مع دي. استنى مع دي. طيب لازم تخش. ايوه نزل بقى، وديكوا هنا اخرج. ايوه انا قلت عملت حاجه غلط برضه. نيد بوتل، تمام اهي املا. هي هو يما. انا خايف. ايه ده؟ يما اكلني هو طلع تحت الارض. ولا لعبة لاجت مش عارف ايه. طيب ايه ده؟ استنى في بتاع هنا. استنى بلاي، هو هترجمه. يا رب يجيب دعم بقى. بعد ايه؟ ما هو لقاني، ما هو قاعد قدامي اهو. مش كده بقى التحديث ده؟ بقت تحديث الرفع الجرافيك، بقت بتلاقي في الحتت دي مش عارف ليه.
وبقى مغناطيس تقريبا. ايوه احنا عاوزين الزر المفتاح ده بقى. سيب شتوره مفتاح بتاع الباب ده، ابحث في المطبخ البتاع اللي جبينا اكيد. ايه ده فرن؟ تعال ده انا هطلع كل اللي عملته فيا. فاكر يا ده لما ده قعدت تجري ورايا في الطرقه ما بتخلص، اجيلك يمين تجري يمين، اجيلك شمال تجري شمال. هنا اوقف حط ده فرن جديد بقى. عزوله اسل يا ابو اسل. قال لا مش عايزك، انا ما بحبكش اساسا. هويه ما انا هحطك، يعني هحطك سنه بس، سنه بس عليه اقعد كده. يلا باي باي. انا قلت مش هيولع برضه ولا ايه؟ طيب ايه ده؟ إيه في ازاز هنا مفكات؟ في ريكورد تاني ماشي، شوف الريكورد. اوكي شبكيش ولا ايه ده؟ الله حلوة، هينام يعني ولا ايه في الاخر؟ طيب يلا في داهية. هو شاف راح فين؟ ده ترمى بره. طيب كانت في حاجة هنا؟ ايوه دي اكيد هنحتاجها اكيد. في ايوه اتاتش. اتاتش دي فين بقى؟ اهي اه. انت ايه اللي جابك؟ القطة جوه. ايوه استنى انا عرفت افتكرت هات الازازة يا عم اغرز بقى. هات دي ماشي يا بيبي يا. ايوه تعالى يا بابا، تعالى بقى تعالى يلا بسرعة يلا. إذا بتخلص خلصت. بقول لك اثبت هنا. بتاع بتخلص بسرعة هو يعني ماشي. يلا جاهز تعالى لي بقى سحب. يلا شفطي بقى، شفت في داهية. الى اللقاء الى اللقاء ايها الطيار. 8 دقايق ونص. اوبا ايوه انا عاوز المفتاح ده، انا عامله حمام زاجل ما شاء الله. مفتاح الاغدريقة اهو هاتو. فولو ذا بلاك كات. يا انت فين؟ ايوه في لغز هنا. نيوت تعال يا بابا، النبي عسل تعال يا بابا. استنى يا بابا. تعال بس انت معفن كده ليه؟ محتاج تستحمى يا نيوت. مفهوش طاقة اساسا يا شيخ. ده ايه ده؟ يعني انا محتاج اعمل ده. طيب تعالى سيبك من زرع ان انت متهد دلوقتي. لا يعني ايوه هو ظبطولي. اطلع ايه ده؟ في ايه؟ ما معلق ليه؟ تعالى يا نيوت تعالى يا بابا. يا ابن الرخمة السلم ده معلق ليه؟
بس شيل ايوه خد جزبة هنا في حاجة هو مش بيثبت ليه في حاجة ودي 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 بس تعمل كده بقى في حاجة مبوظاها استنى ده يكون هو ده تعالى يلا اطلع بره اطلع بره ترمي ترمي هنا متبقاش غجس يا رخم يا رخم اكيد في حاجة شمعة نطفيها استنى 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 الشمعة دي فيها حاجة في رمز والله يعني بيساعدني والله الواد عسل في سمع هنا كمان في سمع ثالثة في سمع فوق هي في حاجة هتساعدني ان انا اطلع فوق بس مش ايه ده استنى 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 وده ايه احذفه احذفه هنا ايه ده والنبي يعني محتاج اشيله واوديها ايه الغلاسة دي ايه الغلاسة دي ماشي سيرش زادور نيوت انت ممكن تجيلي طيب ساعدني 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 ساعدك ربنا نيوت في اشكال طيب احنا نجرب احنا نجرب في شكل سهم فيهم في موضوع مثلا وده لازم 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 توريه معينة في ده فاكر هو في اشكال استنى انزل طيب السهم احنا لقيناه يعني هو كل واحد له شكل معين بس يا حيوان استنى شويه بقى استنى ياض وده بتاعتين ده بتاعتين استنى زي ده مربع البلاي ستيشن ده ماشي مربع لا يبقى مش ده ايوه هو ده بس الناحية التانية استنى ايوه هو ده ماشي مفيش غيره كده في شكل كمان في شكل كمان ماشي استنى استنى يا عم وزع بقى ايش ايش بقى ايش من هنا يلا ايش من هنا يا نيوت فين بقى الاشكال يا بابا اه في السلم صحيح يعني ممكن اطلع الناحية التانية تعالى نيوت ولا في واحد ممكن اخمنه عادي بس في واحد لسه في واحد لا تعالى يا بابا حط لا والله احسن حد مفيد في اللعبة ده انت عسل بس كده حطينا ايه ايه الرخامة دي بقى هو السلم بيعلق نيوت تعالى يا نيوت بحسه البيبي تعالى يا بص انت مستفزك ده ليه مستفزك ده ليه عشان حد يحدفك من هنا يا غلس يا غلس انا محتاج السلم من هناك ده عيل هو بيحدفني بالكتب فعلا عيل تعال تعال يا عم نيوت تعال يا عم سيبك من النار دلوقتي سيبك من النبي هو بايظ ليه طيب وسلم في حاجة الواد ده بيعمل حاجة
انا مش عارف اعمل حاجه. لا اللوك فلو استنى اشوف واجيلكم. طيب من السلم بس اقف هنا. اقف هنا طيب. في كتاب عنه صح؟ شيله. هو بيضايق من الكتب ولا السلم ده؟ مش عارف في حاجة بتضايق السلم. هو أكيد الواد الرخم مفيش غيره الصراحة يعني. فين؟ بس يا حيوان هاد ده احتفوا بس يا بابا بس. متبقاش حي غلس متبقاش حي غلس. احتفوا هنا شوية خلونا شوية. سيب ده اغري 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 اغري. يا لهوي عايز يا لهوي السلم. طيب مش عارف الباب برضه قصدي السلم ما بيثبتش. فده احنا شكلنا متأكدين منه. ناقص واحد. هما تلات اشكال. احنا نجرب والله. ايه ده؟ نفعت نفعت. يا رب استر يا رب. ربنا يستر. جبت لك يا ابن الرخمة يا غلس. زقني في الطرقة برضو. صورة سبروكن محتاجين نصوره. بتهيألي مقفول مقفول. انا فاكر موضوع الصورة ده بس تالي كان صعب. ناخد كاميرا ناخد فيلم. ماشي اوبن. ما شاء الله كاميرا من فيلم العيال حبيبة. او يلا تيك هوبا. قمر قمر. والله مش متأكد من موضوع قمر ده. ايوه محتاجين الناس. معرفش كان في حد بيقول انها اسمها تحميل تقريبا مش عارف. المهم نحط. يما شكله مرعب قوي. انسرت فيلم انت بروجيكتور. هو كويس هو ايه مش سايبني منه كده. البروجيكتور اهو دخل. نشوف اللي هيتعرض هيبوظ. ايه ايوه في حاجه تانية ده في حاجه. insert film into projector. استنى يا عم كده في حاجه لسه. هتتصور يا بابا ولا مش هتتصور؟ شكلك بتحب التصوير قوي. طيب مش لازم نصور. دي مثلا يعني اكيد في حاجه في الاوضه. في حاجه في الاوضه دي محتاج يعني فيها سر. ايه ده؟ ده معكوش. طيب ايه اسطوب الطرد ده؟ اكيد في حاجه في حاجه في الاوضه. اعمل انا مش فاكر. انا اتفرجت على اللعبه دي كلها بس انا مش فاكر. دخل البروجكت جاي من القمر ده ولا مش عارف. مفيش حاجة. ايه ده؟ والله ما عملت حاجة. بول سود ليفر اشتغلت. سو يعني ما عملتش حاجة فعلا. انا وقفت التسجيل جيت افتح الباب هو حلها اشتغلت. الزرعة نيوت. Maybe there's some way to look dead.
ايوه يبقى هنصورها تقريبا. الكاميرا السحريه اللي بيموت بدون نقاط يعني اعوذ بالله مش عارف. هات يا عم الكاميرا. ها الفيديو ده ما يطول اكتر من كده. صحيه هي فعلا هي بتبقى صحيه هنا يعني الكاميرا ده بتصحي اي حاجه. الحاجه اللي متدمره بتصلحها. طيب مش لايك سبسكرايب يعمل. احنا قاعدين اشتغلنا في فوتوغرافر مع بعض. هات الكاميرا دخل البروجيكتور السحري. هو سحري برجع الحاجه نصلح تاني. ماشي زحيت شفتوا مش علقه في السقف. نيوت حاربها يا بابا حاربها. الله عليك مشك نيوت معاه خبره من الشركه الالمانيه 5 سنين. هات لي البتاع. طيب استنى يا انت عارف تفتح الباب يا نيوت. انت كنت سهلتها عليا يا حبيبي وفتحته من زمان. انت على الخضر ما شاء الله على التليبورت. انت عارف لو عندنا القوه بتاعتك دي ما شاء الله مش هنشيل هم المواصلات تاني. طيب الخضرة مع الحمرة ايوه نعمل ايه بقى؟ خضرة واحمر. طيب استنى لما توصل يعني طويل. discover correct protein recipe استكشف الوصفة الصح. في زبيبي ما في. عرفت انا هنرميها. جاهزين؟ تعال اوبا ده انت قمر يا لهوي على التقل. قمر 14 ده انا حاسس بتقلك يا ابني. رفعلها راح. استنى بقى استنى محتاجين واحدة تانية. هو تقيل فاحنا محتاجين ازازة ونعملها عنده عند الباب. تمام يا ابني تعالى هنا بقى. بيبي تعال يا غلز يا غلز يا تيبت. ايه ده اتكسرت. الإزازة اتكسرت. ثانية نحاول بسرعة 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 بسرعة. ما هي أكيد في حل بس هو مش راضي. هو بيرجع أيوه أهو هو بيرجع يقفل تاني. دي مشكلة. هوبا استنى إيه ما والله بحاول بس هو ده مش راضي يساعدني. ايه في الباب ده؟ انا مش هيهمه قوي يعني. يا ابن الرخمة. في حاجة تانية هدور واجل. في حاجة تنوي مغناطيسي. ايه ده في ايه؟ وانا كنت المفروض اتخض تقريبا بس انا ما بصيتش عليه. بس تقريبا والله اعلم كان المفروض ايه اتخض. ما هو الواد ده لازم نشوف له حل. لازم نشوف له حل عشان كده مش هينفع. طب انا هروح هو يعني حب الفضول اللي عنده ده يجي ورايا بقى. يلا بقى تعالى انا قاعد هنا يا نيوت مش راضي يجي. يا نيوت اعمل ايه؟ طيب انا مش راضي يا بيبي. تعالى بقى انا زهقت منك. عرفت الحل. تعالى بقى تخوفنيش بعينيك. تعالى ايوه ده اتهبد. ده في قنبله وقعت على الباب.
بسرعة. إيه وصلنا. بقول لك لسه ما خلص. لا لسه كتير كده. طب كفاية كده يعني، يعني دي حلقة، لازم حلقة تانية نكمل فيها ايه الموضوع ده. فكفاية كده، ربنا يكون عجبكم. اهم حاجة مش تعملوا سبسكرايب وشير. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. يلا سلام.